أحمد بولي يؤكد توافق الحكومة على سرعة انتهاء تشريعات ملف الحبس الاحتياطي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. أحمد بولي يؤكد أن الدولة لديها خطط واضحة لرفع إنتاجية المواد البترولية بالتعاون مع شركاء عالميين. والأعلى للإعلام يعلن توصيات مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام متضمنة تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية. منتصف الليل في القاهرة، 9 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بكم. مرحبا بك زميلتي هاجر سليمان، إليك هاجر. شكرا عمرو، ومشاهدينا تحية طيبة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة توافقت على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، استعدادا لإرسالها لمجلس النواب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال مؤتمر صحفي بمدينة العالمين الجديدة، أشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس السيسي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. هي مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة جدا، ولكن اسمحوا لي يمكن أبدأ بالنهاردة. المجلس الحقيقة استعرض توجيهات فخامة الرئيس في موضوع الحبس الاحتياطي، وده شيء كان شديد الأهمية في إطار يعني حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. فالحقيقة يمكن احنا توجيه سيادة الرئيس بان احنا كل التوصيات اللي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، الحقيقة يعني النهاردة ناقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن احنا يتم إعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا، وسرعة إرسالها إن شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات اللي يتم إن شاء الله مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي. وأعتقد هذه يعني الخطوة هي خطوة شديدة الأهمية في إطار زي ما قلت لحضراتكم يعني إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية حريصة كل الحرص أنها تفعلها في خلال الفترة القادمة الخاصة بحقوق الإنسان. وقال مدبولي إن مدينة العالمين الجديدة أصبحت مقصدا سياحيا عالميا بكل المقاييس، وأكد أن الساحل الشمالي أصبح مقصدا سياحيا رئيسيا مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وأن هدف كل المدن مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي ألا تكون منطقة موسمية لثلاثة أشهر فقط في فصل الصيف، ولكن ليكون مقصدا للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية على مدار العام. يمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات الخاصة بمدينة العالمين، وده كان شيء مهم جدا ان هذه المدينة، يمكن الكلمة اللي انا قلتها ان هذه المدينة منذ 6 سنوات ما كانش موجود مدينة خالص على الاطلاق. النهاردة الحمد لله مدينة العالمين بقت النهاردة يعني مقصد سياحي بكل المقاييس، مقصد سياحي عالمي. انا عايز بس اقول لحضراتكم ان الساحل الشمالي هذا العام في أكتر من 100 جنسية زارت ساحل الشمالي، وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا إن احنا عايزين نزود المقاصد السياحية في مصر وإن احنا نستهدف عدد كبير من السائحين. النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي، زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة، لأن النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم. وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي رأس الحكمة وكل المشروعات إن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك 3 شهور، ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية. وعشان كده هدف
تواجدنا في المدينة كل سنة إن إحنا نشجع هذه الأفكار وإن إحنا نشجع المستثمرين والقطاع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، ونسلط الضوء ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة القادمة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، وتعمل الدولة على تدريب الكوادر لتنمية مهاراتهم وإسهامهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب نظرا لأهميتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مؤشر البطالة لا يزال عند مستويات منخفضة. يعني حضراتكم تابعتوا ان الحمد لله مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة. احنا بنتكلم ان احنا وصلنا ل 6.5%، بنتكلم على اجراءات الحقيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعني اطلق وثيقة مهمة للاجراءات الاصلاحية للدولة قامت بيها على مدار السنوات السنتين ثلاثة الماضيين، اللي وصلت لاكثر من 290 اجراء بهدف يعني اللي احنا بنتكلم فيه ان يبقى عندنا الدولة المصرية مرونة في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، موضوع تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة جدا، تيسير الإجراءات. وزي ما وعدت حضراتكم ان شاء الله النصف الأول من سبتمبر الدولة المصرية هتعلن من خلال وزارة المالية ووزارة الاستثمار، أنا عايز أقول يعني إجراءات إن شاء الله هتكون إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية. وأضاف مدبولي أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات أصبحت 37%، مؤكدا العمل على زيادتها. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم استخراج أكثر من 31 رخصة ذهبية خلال العام الجاري. إحنا على مدار سنة 24 حتى يونيو الماضي إحنا طلعنا أكثر من 31 رخصة ذهبية، وده توجه للدولة في تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة. مساهمة القطاع الخاص النهاردة في عام 23-24 بقى 37%. احنا كان السنة اللي قبلها اقل من حوالي كنا 27% او 26%، فاحنا النهاردة زي ما بقول لحضراتكم ماشيين بخطى سريعة جدا في الوصول ان يبقى نسبة القطاع الخاص فعلا من اجمالي الاستثمارات تتجاوز 65% اللي احنا وعدنا بيها وشغالين عليها. السنة دي المستهدف ان احنا نقترب من 50% تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص، ففي أرقام واضحة جدا خطوات تنفيذية الدولة بتقوم بيها عشان تشجع القطاع الخاص إن هو يتحرك بقوة، وأعتقد دي كلها مؤشرات إنها بتقولها. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتحرك رغم التحديات العالمية من أجل خفض مستويات الدين الخارجي. طول النهار إشاعات بتطلع وأخبار بتطلع، تشكيك في المؤشرات اللي الدولة النهاردة بتتحرك فيها، تشكيك في جدية الدولة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ان هو ينطلق. كل ده انا حابب ان انا دايما احطه قدام حضراتكم. موضوع الدين احنا برضو جزء من اللي هتعلنه وزارة المالية ان شاء الله في خلال الشهر القادم، مؤشرات واضحة جدا 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 لخفض الدين الاجمالي للدولة. اتحركنا وفكر حضراتكم في موضوع الدين الخارجي بقوة، نازلين من 168 ل 153 مليار، وعندنا الخطط بتاعتنا ازاي ان احنا نستهدف خفض الدين الخارجي. فالدولة بتتحرك بالرغم من كل التحديات اللي حضراتكم اكيد متابعينها على مستوى العالم، ولكن خطتنا موجودة بنشتغل عليها بنتحرك عليها في خلال الخطوات دي وبنتابعها تنفيذها على الأرض. احنا مش مجرد بنطلع مجرد بأفكار، ولكن بنضع خطط وبنتحرك عليها في هذا الشأن علشان فعلا نحقق كل المستهدفات اللي احنا وعدنا بيها وبننفذها إن شاء الله. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء الأجانب، موضحا أن الدولة لديها خطط واضحة لرفع إنتاجية المواد البترولية بالتعاون مع شركاء عالميين. هو في اجتماع أسبوعي دلوقتي بيحصل علشان قطاع البترول والطاقة،
والنهاردة يعني عشان لا أخفي على حضراتكم هيبقى في آخر اليوم لقاء مع سيد محافظ البنك المركزي وسيد وزير البترول وسيد وزير المالية. كل شغلنا النهاردة على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية اللي سواء للدولة احتياجات الدولة العادية أو أيضا احتياجات قطاع الكهرباء. وده تاني أنا حابب أن أنا بس أأكد لحضراتكم عبء رهيب الدولة النهاردة بتتحمله والحكومة والبنك المركزي بيتحمله علشان نضمن استدامة استقرار وانتظام تدبير هذه الشحنات. وبالتالي مع كل التحديات اللي موجودة الدولة المصرية حريصة على الالتزام بما وعدت به في هذا الشأن، ولكن الهدف كله ان احنا ننظر على المدى يعني مش هقول المتوسط، المدى القصير في ان احنا نحقق تبقى رؤية واضحة جدا بتعيد مرة اخرى انتاجية الدولة سواء من الزيت او الغاز للاوضاع اللي كنا موجودين فيها. وبالتالي في خطة واضحة جدا 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 للدولة النهاردة ازاي نرجع تاني حجم الانتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الاجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها، بل وكمان تزيد في خلال الفترة القادمة. الأسبوع القادم معالي وزير البترول هيقعد مع كل الشركاء الأجانب علشان خطة زيادة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية اعتبارا من بداية عام 2025. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تواجه ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بكل حسم، وأضاف مدبولي أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال من بين الأرخص عالميا. نحن نتحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنين، أنا مش هعمل الموضوع في يوم وليلة. وحتى قلت صراحة حتى بعد نهاية الخطة بعد 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى اللي بتمثل محدودي الدخل مدعومة، ولكن اللي هتدعمها الشرائح اللي هي الأعلى. وبالتالي حتى بعد 4 سنين ونصل إلى نقطة توازن برضو سيظل محدودي الدخل مدعومين وليس بالقليل. على سبيل المثال اللي احنا أعلناه والخطوة الأولى اللي اتعملت، أنا أول 3 شرايح كل اللي زودناهم على الشرايح دي من 10 لـ12 قرش فقط لغير 10 قروش. الشريحة اللي بعديهم اللي هي تمثل الطبقة المتوسطة بنتكلم في 25-30 قرش دي زيادة. أذكر حضراتكم تاني احنا بنتحرك في بعد كبير جدا من 223 قرش تكلفة الكيلو وات للشريحة الأولى 58 قرش، فأنا كل اللي زودته 10 ساخ لأول 3 شرايح، لكن زودت أكتر على مين؟ على الفئات القادرة واللي بتستهلك كميات أكبر، وأيضا بعض الأنشطة يعني التجارية أو الترفيهية اللي بتحقق أرباح كبيرة وبتستهلك كميات كبيرة. حتى في البعد التجاري يعني احنا راعينا في الزيادات اللي عنده مثلا دكان بسيط في قرية أو مدينة صغيرة، ده بنزود له حاجة بسيطة، لكن بنزود على المولات وعلى المحلات الضخمة اللي عارفين انها بتكسب كبير هي اللي بتدفع أكتر. يعني حتى جوه القطاع التجاري بنعمل دعم، يعني الشرائح برضو الكبيرة بتدعم الشرائح البسيطة. عايز تاني أكد اللي احنا عملناه التحرك ده، التحرك الاخير ده بتاع الكهرباء، فاتورة الكهرباء تاني انا بقولها عشان كلنا نبقى حافظين الارقام، الفاتورة اللي لازم الكهرباء تدفعها للبترول في الشهر 16 مليار جنيه، هي بتدفع 5 مليار، 4.5 لـ5. حتى مع الزيادة اللي بتحصل دي المرة دي اللي هتطلع بنتكلم انها مش هتزيد عن انها اجمالي اللي هتدفعه هيبقى في حدود 10 مليار. يعني ما زال الفجوة قد إيه حتى بعد الزيادات اللي موجودة؟ 6 مليار. طب مين اللي بيتحملهم؟ الدولة. أنا بس حابب أن أنا أكد لهذا الموضوع علشان تبقى الأمور واضحة تماما للمواطن. تاني إحنا كدولة بنتحمل وما زلنا هنتحمل للفترة الجاية العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة بتاعت هذه النوعية من المرافق. وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة تاريخية للقضاء على المناطق غير الآمنة، وأكد مدبول اتخاذ الإجراءات كافة ضد من استفاد من الوحدات التي وفرتها الدولة ويمتنع عن دفع المستحقات عليها. الدولة المصرية تحملت، وحضركم فاجرين وكلنا عارفين قد إيه الدولة المصرية كانت بتوصم بالمناطق الغير آمنة،
وكانت بتصور هذه المناطق وبيقال وتوصف الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة إنها إزاي سايبة أهليها في هذا الشكل. الدولة المصرية سيادة الرئيس أطلق مبادرة وأنا بقولها سيسجلها التاريخ لإنهاء موضوع المناطق الغير آمنة، والحمد لله إن الدولة نجحت فيها وعملت مناطق يعني أحياء سكنية راقية سكنت فيها أهالينا من هذه المناطق، وأعتقد حضراتكم عارفينها كلها وشفنا نماذج ليها وبنزورها وبنتابعها. النهاردة في إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، الشقق اللي احنا اديناها لأهالينا وهم يستحقوها، هذه الشقق النهاردة بقت قيمتها السوقية أنا مش عايز أقول إنها ممكن بتتجاوز المليون جنيه وممكن أكتر من كده. الدولة المصرية أعطتها لهؤلاء المواطنين بدون مقابل بنظام الإيجار، وإن كل اللي بيدفع رقم بسيط جدا بيدفع شهريا في حدود 300 جنيه أو 350 جنيه مجرد عشان يغطي جزء من تكاليف الصيانة عشان أحافظ على الوحدة زي ما هي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بجاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بهدف الاستعداد لوضع تصور نهائي للعرض على الرئيس السيسي بشأن موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير والموعد المقترح للافتتاح. وشهد الاجتماع التأكيد على ما يمثله افتتاح المتحف المصري الكبير من حدث عالمي مرتقب بالنظر إلى القيمة الحضارية لهذا الصرح الثقافي المهم. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حل للأزمة في قطاع غزة والتي تفرض تحديات كبيرة في الدائرة الإقليمية ترتبط بأمن واستقرار المنطقة فضلا عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وعلى صعيد آخر أشار مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين واستغلال الفرص والمزايا الواعدة. وفي سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، موضحا أن عددا كبيرا من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تقريرا عن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أشار عبد الغفار إلى أنه لا توجد لدينا حالات مصابة بفيروس جدري القردة، لافتا إلى أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية. كما أكد كذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، فضلا عن تدريب العاملين بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ على إمكانية التعرف على الحالات المصابة وتطبيق الدليل الإرشادي. وتم تنشيط ترصد المرض ونشر الإجراءات التي يجب تنفيذها للاكتشاف المبكر للحالات والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكلية المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.
رأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي غرف الصناعة النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل. وأشار الوزير إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع من خلال مندوبين عن وزارتي الري والتموين في بعض الحالات التي تقتضي لذلك، موجها مركز تحديث الصناعة بتنظيم معارض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج والمعدات وتوفيرها لتحقيق التكامل الصناعي، بجانب القيام بدراسة لتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين صديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وفي بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وفي مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أحمد خليفة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. وأعرب الفريق أحمد خليفة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية بين الجانبين معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم تماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.
ووجه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم، أتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية. وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة. الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجم لغاية عندنا وودونا الشهادة، كتر ألف خيرهم، وشكرا قوي قوي لإدارة التجنيد، وشكرا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب. بذكر سيادة الرئيس الفضل الأول والأخير يرجع ليه، هو المهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مهتم بينا ومراعينا الصراحة في كل حاجة. الحمد لله الإدارة كانت سهلة، وبشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا. تتواصل في محافظات الجمهورية فعاليات حملة إيد واحدة، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية لأكثر من 1.5 مليون أسرة من الأكثر استحقاقا. أنا سعيدة أن أنا موجودة الحقيقة النهاردة في المعرض المشروع القومي لتنمية الأسرة. الحقيقة بهني يعني معالي الوزيرة دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد اللي احنا شايفينه النهاردة في المعرض. المعرض يعني بينبه لي قضايا داخل المجتمع، ازاي المعرض ده بيقدر ان هو يساعد في حل هذه القضايا الاجتماعيه، زي ما انا موجوده مثلا دلوقتي في الهجره غير الشرعيه، ازاي محافظات المصدره للهجره غير الشرعيه تدي تمكين اقتصادي للسيدات ان هم يقدروا يتكفلوا بنفقات اسرهم. قصة أنه مشروع تنمية الأسرة في كل الحقيقة قرى مبادرة حياة كريمة، أنا شايفة أنه هذا التناغم وهذا عايزة أقول التنفيذ على الأرض، أرض الواقع بكل احتياجات. يعني إحنا شفنا البحيرة وشفنا المنوفية منتجاتها وهو محافظات الصعيد أيضا، الدولة بتشتغل على البنية التحتية. مشروع تنمية الأسرة بيشتغل بقى على التمكين الاقتصادي وبناء الإنسان، وزي إن إحنا نقدر إن إحنا نجمع كل هذه الخدمات في مكان واحد والتنمية تبقى صح، تنمية من الأرض وتنمية في بناء الإنسان زي ما سيادة الرئيس دايما بيتكلم. إحنا عندنا في مراكز الشباب بنعلم الفتيات والسيدات إزاي يعملوا منتج، إزاي إن هم يسوقوا المنتج، إزاي إن هم يبيعوا. وزارة الشباب إحنا عندنا فتاوى المرأة 520 مركز على مستوى الجمهورية، بنشارك في المعارض إن كان زي ديارنا أو تراثنا، المعارض الداخلية بتاعة المحافظات بنسوق لهم المنتجات، إن هم بنخليهم يعيشوا حياة كريمة ويبقى في دخل وعائد ليهم. يعني احنا بنشارك تبع وزاره الشباب والرياضه، يعني وزاره الشباب والرياضه احنا عندنا انديه الفتاه والمراه في جميع المحافظات في انديه الفتاه، فالوزاره بتبعت لنا حضرتك يعني كمحافظات ان احنا نشارك في المعارض دي، وهي اللي بيوفروا لنا كل حاجه، يعني هم موفرين لنا المكان والسكن والمواصلات وكل حاجه، يعني وزاره الشباب. عشان كده جينا بنيجي ونشارك، وبنشارك كمان في معرض تراثنا، بنشارك في معرض ديارنا. احنا بنعمل شغل هاند ميد، شنط، كلاتشي، على خوص، بنشتغل يدوي علشان خاطر ايه نوري الناس المنتجات اليدويه دي. الهاند ميد ده صناعه حلوه قوي، فبتبقى لازم تبيع للجمهور. بنعمل كل شيء يدوي بايدينا، صناعه كده بنقعد حتى التعب بتاعها لما بنيجي هنا والناس بتشوفها بتلاقيها حلوه بتشكر لنا فيها، احنا بقى بنفرح بالتعب اللي احنا تعبناه. النهارده مبسوطه قوي بالمشاركه في معرض العالمين الجديده بالبراند بتاعتي هايدي حامد ديزاينز وهوب ستوري. اكيد بنحس ان احنا مسموعين اكتر ومبسوطين بالاتجاه الجديد في ان احنا بنسبورت اكتر الصناعه المصريه والصناعات الصغيره والناس اللي مهتمه باشغال يدويه في المطلق. يعني النهارده بنشارك بكذا منتج، انواع البلح حضرتك كله بنشارك بيه، عندنا دبس البلح يعني حاجة مميزة بتتميز بها محافظة الوادي الجديد.
احنا هنا مستمرين في تسليم طرود شهر 8. الطرود دي بيتم تسليمها بصفة شهرية للحالات المستحقة. الحالات المستحقة بيتم عمل بحث ميداني ليها دقيق جدا علشان نقدر نقف على مدى استحقاقها وان هي فعلا مستحقة الكرتونة دي ولا لا. وكمان في بنك الطعام في سيستم معين بيتم التسليم بيه عن طريق ارسال رسالة للحالة على رقم تليفونها الخاص. ده عن طريقه بنتأكد ان الحاجة بتوصل للمستحق نفسه، لان احنا بنتعامل مع الحالة عن طريق رقم تليفونها الخاص اللي بيه بنقدر نوصل ليها، وبيه بنقدر نبعت لها كود خاص على رقمها هي وهي واقفة قدامنا. بيجي لها الكود ده بنبتدي ندخله على سيستم خاص ببنك الطعام وبنبتدي نسلمها الكرتونة بتاعتها الخاصة بيها. احنا في شراكة بيننا وما بين بنك الطعام بحيث ان احنا بندي دعم لأهالي المنطقة والناس المستحقين لكرتونة بنك الطعام بحيث ان احنا نساعدهم على المعيشة والظروف اللي بيمروا بيها. انا باجي كل شهر باخد الكرتونة وكل حاجة وكل اللي عايزاه في البيت بلقاه في الكرتونة. مؤسسة أبو العنين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احنا في مبادرة إيد واحدة بنقوم بتجهيز أكثر من 500 وجبة بصفة يومية. الوجبات بتبقى عبارة كاملة المكونات، البروتين الرز، البروتين بيبقى فراخ بيبقى لحمة. بنجهز الوجبات دي، المطبخ بتاعنا بيشتغل من الساعة 7 الصبح، بنجهزها بنوديها للمستشفيات لدار الأيتام. طبعا الوجبات اللي بتروح للمستشفيات بتبقى الوحدات الغسيل الكلوي بيبقى ليها تجهيزات معينه بمواصفات معينه علشان المرضى، وبنوديها للاسر الاولى بالرعايه لاهالينا في نطاق محافظه الجيزه. بنقدم وجبات ساخنه للاسر الاكثر استحقاقا والمرضى الفشل الكلوي وكبار السن. كذلك برضو في انشطه اخرى داخل مبادره، منها انشطه تعليميه، منها ايضا بنقدم مواد غذائيه يعني كرتونه مواد غذائيه سواء داخل الجيزه او خارج الجيزه. مبادرة تهدف تغطية مصر كلها جميع المحافظات. احنا النهارده بننفذ مبادرة ايد واحدة. النهارده نازلين في قرية جرد ومركز اتسا بننفذ قافلة طبية. معانا جميع التخصصات، بطنة ورمض وعظام وأنف وأذن وأطفال. بنقدم خدمة النهاردة لأهالينا في قرية جردو، بنكشف على كل التخصصات وبنقدم علاج بالمجان. معانا نظارات طبية، الفيوم فيها 2 موبايل كلينيك، بنخدم كل أهالينا الأكثر احتياجا. المؤسسة تبعت لنا على أساس أن احنا عملنا معهم قافلة واثنين وثلاثة وهم المكان يعني متوفر وكده، فطبعا هم بيتصلوا علينا وبنبدا نبعت ورق، نطبع ورق ونبعت للناس ونبعت برضو على الفيس والنادي في المساجد ان في قافله طبيه جميع التخصصات. صراحه بيدوا علاج وبيدوا حاجات كتيره بصراحه لراعي مصر، والمؤسسه بصراحه شغاله، مؤسسه راعي مصر شغاله شغل ما شاء الله في العلاجات وفي الادويه وفي الحاجات دي كويسه جدا. احنا بنتواصل مع الجمعيات الاهليه وجمعيات في وزاره التضامن، وبنتواصل معاهم ان احنا ننزل عندهم مع رئيس الجمعيه ينسق لنا مثلا مكان معين، يشوف يكون في مثلا قرى او اماكن بعيده او انحاء بعيده عن المحافظه نفسها ان احنا نوصل لها، نكشف على المرضى اكتر ناس محتاجه، نستهدف الناس دي نقدر ان احنا نوصل لهم بدكاتره. وبنتواصل مع الجامعات ان احنا نوصل نجيب افضل دكاتره ونخبه ممتازه. انا كنت جايه هنا بالصدفه والايد هنا في مبادره، بنتي كانت عيانه، دخلت استقبلونا كويس، كشفوا عليها، دكتور عطلها علاج كويس وطلب منها تحاليل. انا عندي تحاليل في البيت، قالوا روحي هاتيها وتعالي. وهنا ما شاء الله حاجه جميله جدا وبيهتموا بالناس وحاجه حلوه قوي. سمعت على قافله طبيه هنا في جمعيه تنميه المجتمع بجرده، جيت كشفت يعني ولقيت النظام حلو وموجود يعني، وكشفت وعطاني علاج. We'll be right back.
احنا هنا في قرية الحريشي مركز الفيوم. احنا جايين بقافلة طبية متعددة تخصصات بنخدم اهالينا اخواتنا وكل الناس اللي موجودة هنا في القرية. محافظة الفيوم مؤسسة راعي مصر نازلة باتنين موبايل كلينيك اللي بنستهدف 48 قافلة في الشهر، اكتر من 12,000 مستفيد. بنخدم كل من هو بعيد عن الخدمات الطبية، جميع التخصصات على ايد متخصصين من الدكاترة. جيت هنا للقافلة تبع راعي مصر عضو التحالف الوطني وكشفت جلدية والعلاج مجاني، ونشكر كل قافلة. نشكركم على المجهود اللي بتعملوه معانا ده، وكل حاجة خدناها علاج مجاني من كل ناس طيبة وناس محترمة. شفت عزام وخدت العلاج ولسه هكشف رمض وهاخد العلاج ان شاء الله. اتمنى ان القافلة الطبية دي وجينا كشفنا فيها ليا والبنتي وخدنا علاج ببلاش. النهارده وضمن انشطه حمله ايد واحده وتحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وبالشراكه مع الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه، بيتم تنفيذ واحده من فعاليات انشطه المبادره، وهي تنفيذ قفله طبيه بتشمل تخصصات جلديه وامراض بطنه. وكمان بجانب ده بنكشف على امراض الضغط والسكر، بنعمل لهم قياس، وده من خلال وجود معنا اطباء متخصصين في القفله. النهارده القفله كلها بتتم بالمجان لاهالينا في قريه بهبشين، القريه التابعه لمركز ناصر. القفله طبيه فيها تخصصات بطنه وجلديه، وايضا فيها اكتشاف للامراض المزمنه زي الضغط والسكر عن طريق قياس ضغط وسكر بيتم داخل القفله. القفله بالمجان تماما. القفله بتستهدف جميع فئات القريه، شباب، سيدات، اطفال. سمعنا في المساجد ان في التنبيه عن القافله تبع الهيئه القبطيه والتحالف، فجيت انا وجوزي وعيالي والاولاد والجيران والحبايب وكله، فجينا للكشف لان دي كشف يعني ببلاش، فاحسن من يعني الدكاتره يعني هنا مغليين الكشف. النهارده في نشاط من ضمن الانشطه الاصيله اللي خاصه بمؤسسه مصر الخير، وهو نشاط اطعام الطعام. النشاط ده طبعا بيبقى توزيع وجبات غذائيه لاهالينا المستحقين في القرى الاكثر احتياجا. الوجبه الغذائيه اللي بتعملها مؤسسه مصر الخير وجبه غذائيه متكامله بين البروتين، النشويات، الخضار، ثمره الفاكهه، العيش. بنحاول بقدر المستطاع ان احنا برضو بنطور من الفكره كل شويه. هندخل معانا وجبات غذائيه خاصه بالاطفال داخل كل اسره. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الجلسة الثانية من مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام، والتي ناقشت النشاط الإعلاني والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية. وأوصى المجلس بتدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام، وعدم تحويل مذيعي التوك شو البرامج لبث أفكارهم الخاصة، فضلا عن قيام القنوات بوضع ستايل بوك لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة، والعمل على تشكيل جمعيات حماية حق الجمهور في المشاهدات النظيفة، والعمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامي واستقاء الآراء حول ما يقدم في الإعلام وما يهم الجمهور، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها في وسائل الإعلام، وتشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام. عرض عقدت الجلسة الحوارية الثانية اللي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن التنظيم الذاتي للإعلام. كانت فيه مناقشات مطولة حوالين الملفات الثلاثة
المطروحة. الملف الأولاني خاص بالبرامج الحوارية، وكان في آراء لكثير من الإعلاميين أنفسهم إن مدة البرنامج ما تزيدش عن ساعة ونصف، وإن نختصر مساحات الكلام بالنسبة لمقدم البرنامج لصالح الوسائط الإعلامية الأخرى، الفيديوهات والآراء واستطلاع رأي الناس والتقارير المصورة في الشارع. وده اقتراح بتوصية كان يتم مناقشته. تم برضو مناقشة أشياء خاصة بالإعلانات وإزاي تحصل القنوات على نصيب عادل من الإعلانات. الملف الثاني كان الملف الخاص بالأنشطة الرياضية والبرامج الرياضية، وكان في اتفاق على ضرورة وجود ميثاق أخلاقي للقنوات الرياضية تلتزم فيه بالروح الرياضية وعدم الخوض في السمعة الشخصية، وأيضا البرنامج تبقى له مدة محددة ويهتم بالروح الرياضية بين الناس ونبز التعصب ونبز التفرقة ما بين الجماهير الرياضية. وبرضو في توصية خاصة بضرورة تدريب العاملين في هذا المجال في الثلاث قطاعات، اللي هو احنا عندنا المعلق وعندنا المذيع وعندنا اللي بيقوم بتحليل هذه البرامج، وان تبقى المعلومات دائما بتاخد وجهة نظر حيادية. الحقيقة ركزت المناقشات اليوم على يعني أهم الضوابط وأهم القواعد اللي المفترض أنه الإعلانات تلتزم بيها، سواء من حيث المساحة الزمنية، أنه مش مفترض أنه المساحة الزمنية يعني تزيد عن المساحة الخاصة بالمادة البرامجية أو المادة الدرامية، وده معمول به في كل يعني المؤسسات الإعلامية الدولية والأجنبية، وفي كتير جدا من المواثيق المصرية اللي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول تحديد المواقيت اللي لازم المساحة الإعلانية ما تزيدش. يعني بمعنى كده نقدر نقول التوظيف الأمثل للوسائل الإعلام كوسائل إعلانية. أيضا الحقيقة تطرقت إلى موضوع استخدام الأطفال في الإعلانات، يجب أن يكون بضوابط معينة بحيث أنه هو ما يمسش نفسية الطفل، ما يخلقش عند الأطفال نوع من الإحباط، دي نقطة مهمة. كمان اتكلمنا عن الإعلانات المكفولة، وده شكل من الأشكال البرامج اللي بدت تزحف على بعض القنوات وخصوصا القنوات الخاصة. اتكلمنا كمان عن القطع الإعلاني، يعني إلى أي مدى يجب أن تلتزم المؤسسات الإعلامية بالقطع الإعلاني سواء داخل البرامج أو داخل الأعمال الدرامية، وخصوصا كمان بعض البرامج ذات الطبيعة الخاصة، يعني زي البرامج الدينية زي البرامج الإخبارية ما يصلحش ان احنا نقطعها بمادة إعلانية، لانه ده طبعا ضد حقوق المشاهد. هذه التوصيات تتعلق بتنظيم الأداء ذاتيا في مجال الإعلام الرياضي، الحد من الانتهاكات والإساءات، الحد من التعصب، الحد من الانفلاتات، وايضا في مجال التوك شو كيف يمكن ان نعزز أداء برامج الأحداث الجارية التي تعرض مساء، بما يحد أيضا من وجود بعض المخالفات والانتهاكات لتأمين حصص إعلامية يستحقها الجمهور المصري وتليق أيضا به. ومسألة الإعلانات والإفراط في المدد الإعلانية، هذا أحد الموضوعات التي أخذت توصية بها، الحد أو إحداث توازن بين المدد الإعلانية والمدد البرامجية من أجل تقديم خدمة إعلامية يستحقها الجمهور المصري وتليق به. الهدف من هذه اللقاءات هو قدر من المصارحة والمكاشفة لرصد السلبيات الموجودة في الإعلام، وأي إعلام في الدنيا لابد أن ينطوي على سلبيات وإيجابيات. عندنا بعض السلبيات بالتأكيد، إحنا بنسعى إلى الأفضل، بنسعى إلى الأجود من خلال تبادل الأفكار والرؤى الخاصة بالخبراء. أعتقد إن إحنا يمكن أن نضع أيدينا على جوانب القصور وبالتالي نعمل على سدها، بحيث أن الإعلام المصري ينطلق بما يواكب اسم مصر وقدرها على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي.
قامت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة المنوفية ومديرية الصحة بمحافظة المنوفية بتنظيم قافلة طبية مجانا بإحدى القرى التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث قامت القافلة بفحص 400 حالة من الأهالي في عدد من التخصصات، فضلا عن إقامة ندوة توعوية عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة، كما تم عرض أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي وآثارها المدمرة. النهاردة متواجدين في مدرسة بكلس الابتدائية قافلة طبية بالتعاون مع جامعة المنوفية. النهاردة احنا قبلها عملنا ان احنا نزلنا في على أرض الواقع، نزلنا في الجوامع وعلى السوشيال ميديا عشان نعمل إعلان عن القافلة ويكون متواجدين. بدأ الحشد يتواجد عندنا في المدرسة، وعملنا ان اي حد بيجي يسجل نكتب اسمه والرقم القومي عشان تكون داتا لو حصل اي مشكله بالنسبه له، ومديله كود ان هو في العياده اللي هو عايزها، ونبدا بعد كده المتطوعين يبداوا ويرشدوا الناس للعيادات الخاصه بيه. احنا عندنا هنا مركز الشهداء بيخدم حوالي 27 قريه، وطبعا المتطوعين بتوعنا عندنا متطوعين بيعملوا بحث ميداني في كافه القرى وبيشوفوا الناس المستحقه بالنسبه للملف الطبي او الحالات وكده، وبيتم فيه بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى للجامعات ومؤسسه حياه كريمه. بيتم رفع الحاله من المؤسسه لمستشفى جامعه المنوفيه، المستشفى الاقرب ليها، وبنشوف الاجراء الطبي المطلوب بيها. عندنا الملف الثاني هو ملف القوافل الطبيه. القوافل الطبيه عندنا احنا موجودين النهارده في مدرسه الشهيد عصام الخولي الابتدائيه بقريه ابو كلس مركز الشهداء محافظه المنوفيه. القوافل الطبيه معانا النهارده البطنه والاطفال والصدر والانف والاذن والجلديه وتحليل فيروس بي، فبنحاول ان احنا نخدم الناس بشكل مجاني وبشكل ما فيهوش اي تكلفه خالص. انا النهارده عرفت ان في قافله طبيه وجيت كشفت وحلفت سكر وضغط والحمد لله ما فيش حاجه، والحمد لله حياه كريمه كويسه. عرفت القافله من الميكروفونات وجيت لقيت فيها تخصصات الامراض السرطانيه، وحللت سكر وضغط، وفي تخصصات اطفال ورمد وصدر. سمعت من الميكروفون ان في قافله طبيه في المدرسه الابتدائي، فروحت اديتهم البطاقه وكشفت سكر وضغط والحمد لله. لليوم الثاني على التوالي تواصل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة إطلاق قافلة طبية بقرية بني عقبة في مركز ببا، وشملت القافلة تقديم الخدمة الطبية لنحو 2000 مستفيد من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمحافظة، من خلال توفير 9 عيادات من بينهم 2 تخصص للأطفال بالإضافة لسبعة تخصصات طبية أخرى، فضلا عن تواجد خدمات طبية معاونة كمعمل للدم وآخر للطفيليات بالإضافة للأشعة، ومعهم الصيدلية التي توفر كل العلاج بالمجان. احنا هنا في قرية بني عقبة مركز بيبا محافظة بني سويف، هي القرية موجودة شرق النيل. القرية بتبعد تقريبا عن مدينة بني سويف بحوالي 30 كيلو. القرية هنا بتضم 10,000 نسمة. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتقول لهم احنا معاكم ونقدر نوصل لكم سواء في الشرق او في الغرب، مش بس بالمشروعات القومية والبنية التحتية اللي حياة كريمة عملتها، ومش بس بالملفات اللي موجودة في حياة كريمة، لا احنا النهاردة كمان موجودين معاكم بقافلة طبية على مدار يومين. القافلة بتضم 9 عيادات 8 تخصصات، عبارة عن بطنة وجراحة ورمد وجلدية ونساء وتنظيم أسرة، بالإضافة إلى عيادتين أطفال. لو إحنا بنتكلم إن تقريبا النسبة الطبيعية في الأمراض اللي بتبقى موجودة هي 10%، فإحنا على مدار اليومين إحنا بنستهدف من 1500 ل2000 مواطن. وطبعا الحمد لله إحنا مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الصحة قدرت تنظم القافلة دي، وبتنظم قوافل دايما على مستوى الجمهورية. كل الخدمات بتقدم مجانية من أول التذكرة مرورا بالكشف على جميع الأمراض السارية والغير سارية، في الكشف المبكر عن السكر والضغط، مرورا بكل التحاليل كلها مجانيا، معمل الدم ومعمل الطفيليات عشان نوصل لأحسن تشخيص للمريض، وبالإضافة للأشعة السنية الموجودة سواء للأسنان أو موجودة للعظام. تمام. وبعد كده عندنا المريض بيتوجه ان هو بيصرف علاجه برضو كله مجانا،
الحالات المستعصية أو اللي بتحتاج تدخل جراحي أو تصرف علاج على نفقة الدولة بيتم إصدار قرارات نفقة الدولة وبتتحول لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة عشان تكمل جميع الإجراءات فيها. بننظم القوافل بحيث إن احنا نسهل على الناس وعلى أهل القرية إن هم ياخدوا أو يلاقوا العلاج يعني بالمجان. جايين النهاردة بتعاون مع وزارة الصحة بنساعدهم لدخول في هنا قافلة طبية مجانا والكشف مجانا والعلاج مجانا وبنساعد أهالينا في قرية بني عقب مركز باب. أنا كشفت عظام برجلي ودي والحمد لله ويستر عليكم ويحافظ عليكم يعني. بصراحة في ترحاب جامد من أهالي القرية هنا على أساس أن يعتبر قرية بني عقبة من القرى النائية أو البعيدة كل البعد عن المستشفى المركزي اللي هي مستشفى بيبا أو المستشفى العام في بني سويف، فتيسيرا عن المواطنين وكبار السن فالقافلة جت لحد عندهم النهاردة. أول ما عرفنا أن في كشف وكده جينا بصراحة وقطعنا الكشف والدنيا تمام الحمد لله، يعني قطعنا التذكرة على طول والكشف برضو كان سهل معانا وتمام وجبنا العلاج وبصراحة مريحة الدنيا معانا خالص في كل حاجة، في علاج وفي المعاملة وفي كل حاجة بصراحة الدنيا تمام الحمد لله. أنا جيت النهاردة وكشفت وأخدت علاج، كان عندي ألم في ظهري. هنا متوفر أشياء كتير، متوفر خدمة ممتازة هنا، متوفر طبعا دكاترة ما تتجسرش مع الواحد. أفاد مراسل إكسترا نيوز بمصرع شخص وإصابة عشرة آخرين في حادث تصادم سيارة مايكروباص مع سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف. وأوضح مراسل إكسترا نيوز أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث. تأثر أكثر من 12 ألف أسرة في شمال تايلاند بالدمار الذي خلفته الفيضانات المفاجئة. نتجت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة من منخفض استوائي مما تسبب في تدفق مياه الغابات في اتجاهات مختلفة، مما أثر على 7 مقاطعات في المنطقة الشمالية من البلاد. فيضانات عارمة تغرق منازل وطرقات بالكامل في شمال تايلاند، تضرر منها عشرات الآلاف من الأشخاص، اضطر بعضهم لمغادرة منازلهم. الفيضانات نتجت عن هطول أمطار غزيرة من منخفض استوائي مما تسبب في تدفق مياه الغابات في اتجاهات مختلفة، مما أثر على 7 مقاطعات في المنطقة الشمالية من البلاد. رئيسة وزراء تايلاند من جانبها عبرت عن قلقها من الأوضاع وأمرت السلطات المعنية بالمساعدة ومراقبة الموقف، بينما اضطرت العديد من المؤسسات والمرافق إلى إغلاق أبوابها لمدة أسبوع. وتعاني تايلاند من أثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من المزارعين الذين يعانون من الحرارة والجفاف إلى شركات السياحة المتضررة من إبيضاض المرجان والتلوث. هذه التأثيرات دفعت الحكومة التايلاندية إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية لتمويل معالجة المشاكل الناجمة عن الجفاف أو الفيضانات. كما أعلنت بنكوك إقرار التشريعات التي تركز على الهواء النظيف هذا العام، وتتضمن أحكاما بشأن كل شيء بدءا من تسعير الكربون إلى تدابير التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ والتكيف في مواجهتها. وختام جولة منتصف الليل تذكير بأهم العناوين. مدبول يؤكد توافق الحكومة على سرعة انتهاء تشريعات ملف الحبس الاحتياطي تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مدبول يؤكد أن الدولة لديها خطة واضحة لرفع إنتاجية المواد البترولية بالتعاون مع شركاء عالميين. الأعلى للإعلام يعلن توصيات مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام متضمنة تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية. ومشاهدينا وصلنا إلى الختام. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزميل عمرو توفيق وأنا هاجر سليمان وفريق العمل. في أمان الله.